مازن. مازن ازيك يا دكتور؟ ايه يا ابني اللي منامك هنا؟ سايب اوضتك ليه؟ مش نايم مع عروستك؟ لا ابدا، لقيت لون البدله مش ماشي مع ديكور الاوضه فقلت انام هنا، افخم برضو. اه يعني عايزني اغير لك ديكور الاوضه ولا ايه؟ انت بتهزر يا بابا، اتخانقت مع دعاء وسبت لها الاوضه. ياه دي ابتدت بدري قوي. دعاء كده شكلها مش هتخاف ظل فيها. بابا والله العظيم دعاء كويسه، هي مشكلتها بس ام تطلعاتها دي اللي عايزه تتقصص. يعني ايه؟ ما تبص لغيرها يا بابا، عايز تبقى زي اصحابها. هي معاها حق بس لازم تراعي ظروفي. يا ابني انت عمال تقول حاجات وعكسها. انتوا اتخانقتوا ليه؟ عايزه تسافر تقضي شهر العسل بره مصر وانا معيش. سهل جدا ان انا اقول لك خد، بس كده هبقى ببوظ حياتك. هم مش كتير برضه، هم 3 4 ايام في تايلاند يعني. ولا كتير ولا ايه؟ لا مش كتير. بس مين اللي هيسوق؟ مين اللي هيمشي كلمته في البيت في الاخر؟ هو ده السؤال الاهم اللي لازم تساله لنفسك. دعاء كانت عارفه من قبل الجواز انكم مش مسافرين، صح؟ اه طبعا احنا متفقين على كده. ايه اللي خلاها تاجل الكلام في الموضوع ده لحد ما الفرح يخلص؟ معرفش يا بابا، يمكن هفت على دماغها او اي حاجه، اكيد يعني مش مخططه لكل ده. يبقى انت كده يا ابني مش فاهم الستات كويس. الواحده من دول تستنى لحد ما نقطه الضعف تبان وبعدين تضغط عليها وتقعد تعيط بقى ودموع لحد ما تصعب عليها وتفتكر انها معاها حق. واحده واحده كده وهي اللي تسوق. يعني ما سافرش تايلاند؟ مشي كلمتك اول مره، هتمشي كل مره حتى لو كان كلامها هي اللي صح. سلام. استنى ابوس. انت جاي تتشطر علينا؟ لا روح تشطر عليها جوه. باللي انت حاسس بيه؟ بنتك مالها فريدة؟ حصل لها حاجة؟ لا لا بنتي كويسة الحمد لله. انت ازاي حسيت ان الحكاية تخص لوجي؟ يا بنتي انا راجل عجوز وعارف انك مش هتحسي بحب ابوكي لما تحسي بغلاوة ضناكي عندك. بنتي بنتي هتضيع مني، انا خايفة عليها قوي. عشان اتجوزتي؟ بس انا ما عنديش استعداد اخسر بنتي عشان اي حد. ما تخافيش يا حبيبتي مش هتخسريها. طب اطمني وخلاص. لا لا انا بقول كده عشان انا عارفه كويس. زمان انت صغيرين خرجت انا وانتي وياسر عشان نجيب هدوم العيد دي. حلوه ياسر؟ حلوة يا بابا. اشترينا دي. حلوة فريدة؟ لا مش حلوة يا بابا. طب دي حلوة فريدة؟ لا برضه مش حلوة يا بابا. لفينا على يجي 10 محلات لغاية ما أنا تعبت وأسر تعب. وبعدين فجأة شفتي فستان قلت لي هو ده، ده حلو يا بابا. دخلنا وسألنا البياع بكام يا عم؟ الرقم أكبر من اللي في جيبي. لويتي بوزك وطمستي وروحنا من غير ما نشتري. أنا مش فاكرة الحكاية دي خالص. أنا بقى فاكرها كويس أوي. خصمتيني وفضلتي زعلانة مني لغاية ما اتصرفت وجبت لك الفستان. عاوز تقول إن أنا دماغي ناشفة؟ بالعكس يا حبيبتي، عاوز أقول إنك عارفة أنت عاوزة إيه.
بتعرفي توصلي للي انت عايزاه. بس المرة دي مش عارفة أعمل كده. تقلقيش حبيبتي. فيها فريدة. أنا يمكن أكون حسيت بيك، لكن أنا مش هقدر أسامحك ومش ممكن أحتاج لك. أوعى أوعى تستغلي إحساسي بالضعف. أوعى. ليه يا دناي؟ أنت الدنيا أبسط من كده بكتير. أنا ماشية. راحتك راحتك يا حبيبتي، بس عشان خاطري ابقي تعالي تاني. أنا مش هاجي هنا تاني. مبروك يا خالتي. الله يبارك فيكي حبيبي. اتفضل. ازيك يا زهر؟ ازيك يا رحمه؟ اتفضلي يا حبيبتي. اهلا يا عبال. ازيك حبيبتي؟ الف مبروك. الله يبارك فيكي يا حنان بنتي. كده برضو ده اسمه كلام؟ هو احنا مش كنا اخوات قبل ما ابقى حماد بنتك يا عفاف؟ رك عليكي بقى في الموضوع ده. لو دعاء اشتكت مني هتبقي حن، لو ما اشتكتش منك هتبقي اختي وحبيبتي كمان. عاجبك اللي بتقوله ده يا عمر؟ والله يا خالتي انا مش قلقان منك، انا قلقان عليكي من دعاء. شوف الواد بدل ما يجي في صف اخته جه مع خالته. انا بقول الحق، هي دعاء كده قويه ومفتريه زي امي. الله يرحمك يابا. الحمد لله لقيت حد في صفي. عقبالك يا حبيبتي. عقبالي ايه يا طنط؟ ده كلام برضو؟ حد يجيب لنفسه وجع الدماغ؟ لا ما تصدقيش الهكس ده، دي هتموت وتتجوز. ما تتهد بقى. ايه يا ماما؟ ما تشوفي ابنك اللي كلامه زي السم ده. بكره تتجوزي وتتهني ولو ان انا زعلانه مني. معقول برضو ما تحضريش الفرح؟ والله يا طنط انا كنت تعبانه قوي، كان عندي مغص فظيع ومش قادره اقف على رجلي. هي ماما ما حكتلكيش ولا ايه؟ بلاش الثقه دي قوي، زمان امك فضحتنا وقالت كل حاجه. تصدق ابني احنا غلطنا ان احنا جبناك معانا؟ امال العرايس الحلوين فين؟ لسه نايمين؟ لا لا سيبيهم زي ما هم، انا هاخدهم معايا البيت عشان اقراهم على رواقه واكتب المذكره بتاعتهم. طب زي ما تحب. استاذ ايسر ممكن اسال حضرتك سؤال؟ طبعا. هو حضرتك مشيت بدري من الفرح ليه؟ في حاجه زعلتك؟ لا لا ابدا، انا بس الدكتوره فريده كلمتني عشان عندها مشكله فاضطريت امشي بدري. طب الحمد لله، انا كنت خايفه يعني حد يكون زعلك ولا حاجه. بالعكس ده انا مبسوط جدا بالقعده. على فكره انت محظوظه. انا محظوظه؟ طبعا، باباكي ومامتك ناس طيبة قوي، وخصوصا باباكي راجل مثقف ومتزن. بجد أنا متشكرة قوي، يعني حضرتك مش عارف مجاهيتك دي بالنسبة لي مهمة قد إيه. ولا مهمة ولا حاجة. عقبالك. عقبالك أنت. صحيح، هي ما اتصلتش ولا جت ولا بترد على تليفونها، بس أنا خلاص تعودت بتظهر فجأة وتختفي فجأة. طب وأنت ليه ترضى بكده؟ يعني وقت ما أنت تعوزها ما تلاقيهاش، وقت ما تعوزك تلاقيك. أنا برضه معرفش ظروفها مني. تسمح لي اقول لك يعني ان حضرتك مظلوم في العلاقه دي. معك حق، كل ما الوقت بيمر بكتشف ان مشاعري هي اللي سايقاني. بس حضرتك اعقل بكتير من ان مشاعرك هي اللي تسوقك. الحب زي الدنيا، اخده وعطه، ما ينفعش تاخد بس ولا تدي بس. يخيبك بيت، في حد عاقل يعمل كده برضو؟ يا ماما انا اتجوزت مازن عشان احقق كل احلامي، عايزه اخش دنيا جديده، دنيا غير الدنيا اللي انتوا عايشينها دي خالص. يا منكوسه كده هتخرجي منها قبل ما تدخليها، ما اتعلمتيش من اللي حصل لملك؟ لا ملك دي حاجه تانية خالص، دي شكلها معقده نفسيا. ما هي هي اللي عاملين بتفهم، واخرتها ايه؟ اتطلقت. وبعدين انتي شعرك بالكلام ده يا بنت؟ انت هتسيبي دعاء وتمسكي فيا ولا ايه؟ وانا مالي؟ حب جوزك عشان يحبك، خافي عليه خاف عليكي. مازن طيب وابن حلال، ما تخربيش على روحك. يعني اعمل ايه طيب؟ اقول اني رجعت في كلامي؟ لا تقولي ولا تعيدي. انت اول ما يلطف معاكي تضحكي في وشه. هما الرجاله كده كلهم عاملين زي العيال، اقل حاجه ترضيهم. ايه رايك في الكلام ده يا لولا؟ امي كلقتني قوي. انا ماليش دعوه يا دعاء، انت حره عشان ما ترجعيش تقولي لولا هي السبب. انت بتاخدي راي مين؟ هي لو كان كلامها صح كان ده يبقى حالها. ماله حالي؟ ما انا زي الفل اهو، عايشه ملكه نفسي، لا واحد يتحكم فيا ولا يدخل عليا. مازن مش بخيل، وكلامه عين العقل، وكلامك ده هو اللي خلاكي قاعده جنب زي بيت الوقف. ده انا وانا قدكم كنت جاي باكل التلاته. يا ماما لو ما بطلتيش كلامك ده انا همشي واسيبكم. صحيح يا ندله يا جبانه فكرتيني، مش تيجي فرح اختك؟ بدل ما تيجي الفرح وتمسكي لي ديل الفستان عملتي لي فيها نايمه وقعدتي في البيت. انا كنت تعبانه
وبعدين هو يعني فرق معاكي؟ تعبانه ولا غيرانه؟ منكم لله يا ولاد لحلح، بطلوا نقروا وخلونا نخرج، يمكن نصلح اللي عملته الهبله بنت الهبله دي. عدم جوازك لغايه دلوقتي يبين ان انت كنت الطرف الاضعف. بأمرت ان هي سافرت عشان حياتها، وانت ما قدرتش، حياتك وقفت. انا كنت الطرف الوافي مش الاضعف. شفت التقدم والقوه اللي بقت فيها؟ ده ما كانش موجود الاول، العلاج جاب نتيجه رائعه. قبل ما نتكلم عن العلاج والحالة، أنا عايزة أتكلم عنك أنت يا دكتور. أنا شايفة أنك متعاطف مع الحالة وده قلقني. ده مقصود. المريض لما يحس أن اللي بيعالجه عنده مشاكل زيه، التفاعل اللي بينهم بيزيد. بس تعاطفك مع الحالة هيخليك ما تحكمش عليها بنظرة حيادية ولا بمهنية، وده ممكن جدا يأثر على العلاج. ده كلام قديم ومرفوض، والنتيجة قدامك اهي. أنا اللي كنت بتتكلم عنها مع مريضتك؟ مش بالظبط. انا بس حبيت اقدم حكايه تثبت وجهه نظري، انا سبتها لنفسي عشان اديها مصداقيه. امال ايه؟ انا حاسه ان انت بتتكلم عني. ده تورط عاطفي منك يا دكتور. انا عمري ما طردتك بحبي، انت اللي كنت دايما بتضغط عليا بمشاعرك. ممكن نخلينا في الحاله احسن. ايه، حاسس اني ظلمتك؟ ايوه نادين، ظلمتيني وسبتيني مع اول فرصه احسن مني جاتلك. اعتقد ان انت لازم تعيد حساباتك كويس وتفتكر ايه اللي حصل بالظبط. بيتهيالي ده لا زمانه ولا مكانه. ممكن نركز في شغلنا. يعني فشلت يا زوز؟ هو انت ليه مبتسم وانت بتقولها؟ يا ابني بقول لك شديت معاها فسبت لها الاوضه ومشيت. يعني انت امبارح حضيتها سميره سعيد؟ انت جاي تهرج ها؟ ولا انت اخويا الكبير، خدها على جنب وفهمها ان اللي حصل ده ما ينفعش. انت عايز الحق؟ انت بقى كنت تروح لطشها قلمين في باك ورد سمر سولت في هيد لوك كده تعطشها. يا عم انت سمر سولت، انت عايز نضرب اختك ليله دخلتها؟ يبقى تاريخ اسود على دماغنا. يا دي اسمع كلامي، قلمين حلوين بس بقى وانت بتديها القلم بالحته الطريه اللي في كفك كويس على خدها هنا، وما تخبطش في العظمه اللي فوق عندها، لحسن امي مره ضربتها فيها دخلت لجوه بقت البت شبه محمود القلعاوي. انت طبيعي يا عمر. الف مبروك يا مازن يا حبيبي. تعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات. لا لا، يخلفوا ايه؟ ده كانوا بيذاكروا امبارح. قوم يا عمر، قوم خلي العريس يقعد جنب بعض. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي اقعدي جنب عريسك. خش خش يا حبيبتي، خش. وخايف اوعدك ما وفيش، اقول لك في تلاقي ما فيش. عاجبك المسخره اللي احنا فيها دي؟ سوري يا بيبي. انتوا بقى هتتغدوا معانا النهارده؟ لا نتغدى ايه؟ احنا جايين نتطمن وماشيين على طول، مش عايزين نبقى عوازل. هي مالك فين؟ امال يا طنط مش باينه من الصبح؟ خرجت من بدري، وقيت انها رايحه تعمل مفاجاه للعرايس. عرايس ايه يا خالتي بقى؟ ما خلاص خلي طبق مستور. عمر كل جاتوه. طبق مستور ايه؟ هو في حاجه انا ما اعرفهاش؟ لا ازاي استكل؟ لا ازاي؟ ده ابنك الرهوان امبارح. مش كده؟ طبعا طبعا. ايه ده؟ ايه انت العيله كلها متجمعه؟ عقبالك يا مكة، ربنا يخليك يا طنط. ميرسي. عقبالي انا وانت. عمر انا اقصد يعني انت تتجوزي حد وانا حد تاني، يعني انت تتجوزي راجل غيري وانا اتجوز اي كلب. انت كنتي فين امال يا مال؟ كنت بجيب دول. دول حضرتك تذكرتين سفر شامله الاقامه للمالديفز. مكة حبيبتي مبروك يا روح. الله يبارك فيكي. ميرسي. ربنا يسعدك. شكرا قوي. تمام معاكي المالديف ولا سيادتك مظبوطه على تايلاند بس؟ شوف الصورة دي، ركز فيها كويس. شوف دي كمان. عايزة تقولي ايه؟ صورتين لملك. مش شايف أي فرق؟ تسريحة الشعر واللبس بس. دي حالة هستيريا واضحة، دبل بيرسوناليتي. يعني ايه؟ عشق ملك على واحدة؟ ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ ده اخويا. السفريه دي حاجه بسيطه اصلا، يا ريتني كنت اقدر اعمل لكم اكتر من كده. تقدر يا مكة، وانا عايزاكي تساعديني. اساعدك في ايه؟ هو في حاجه؟ مازن مصرف قوي يا ملك، تخيل انه كان مصر ان احنا نسافر تايلاند. قعدت اقول له نروح العين السخنه او حتى اسكندريه، مش مشكله احنا فين، المهم ان احنا مع بعض. انا عايزاه يحوش فلوس للعياده. يا حبيبتي ما هو بيعمل كده عشان عايزك تبقي مبسوطه. السعاده مش في الفلوس، السعاده ان هو يبقى راجل ناجح في شغله وان انا بقوم منك حبيبتي. ربنا يحقق لكم كل احلامكم يا دودو. طب قولي لي انا ممكن اساعدك بايه؟ تلغي السفريه دي خالص، السفريه دي هتفتح لنا باب الصرف المازن. نعم؟ لا طبعا مش هلغيها. يا دودو انا عايزه اعلمك حاجه، ما تخليش عمرك خوفك من بكره يمنعك ان انت تتبسطي دلوقتي. سافروا وبسطوا وتفسحوا، اعملي كل اللي انت عايزاه، ولو حسيتي ان انتوا محتاجين اي فلوس انا ممكن اديكم مبلغ زياده احتياطي. لا بس ما اظنش مازن هيوافق. طب ما انا ممكن اديله فلوس وما اقولوش ايه السبب.
هقع بلساني وهقول له انا ما بعرفش اخبي عليه حاجه، ما بعرفش اكذب عليه. طب اقول لك على فكره، تاخدي انت الفلوس تعملي كانها بتاعتك، ويا ستي لو ما صرفتوهاش هناك يبقى رجعيها لي، صرفتوها خلاص. انا ممكن اعمل كده، بس توعديني انك ما تجيبيش سيره لمازن. طبعا اوعدك حبيبتي يا مكة، ربنا يخليكي لينا. خلي كل اللي يا حبيبتي. انت بجد اختي. طبعا يا بنتي. استني ثانيه هجيب لك الفلوس. ماشي. اللي بتقوليه ده لا مقبول ولا مفهوم. انت انفعلت كده ليه يا دكتور هشام؟ طبيعي جدا انفعل لما احس ان المريضه بتضحك عليا. هي ما يهمهاش اذا كانت بتضحك عليك ولا لا، هو كل اللي يهمها انها تحافظ على كيانها وتحميه. ممكن سيادتك تشرحي لي وصلتي لنتيجه ازاي؟ من الفروق اللي بين الصورتين دول. الفروق دي مش كفايه عشان تقولي ازدواج في الشخصيه. بس اللي تلبس بالطريقه دي ما تلبسش بالطريقه دي، حتى طريقه الكلام ومنطق الحوار مختلفين بين الاثنين. قصدك تقولي واحده هاديه ولطيفه والثانيه هجوميه وشرسه؟ كانهم اثنين مش واحده، دبل بيرسوناليتي. انا مش مقتنع. كمان حالات الزواج الشخصيه المسجله في كتب مبالغ فيها ونادره جدا. انا كان عندي مريضه في منهاتن عندها نفس المشكله دي. بص يا دكتوره، انا مقتنع انها حاله اكتئاب عاديه جدا ومشكله في مفهوم العلاقه بين الراجل والست، ورغم كل ده ما عنديش مانع اعرف خطتك العلاجيه كانت ايه. يلا خدي كمان بقى العصير ده. الله، وشوفي بقى اللبان الملون ده. انا عايزه فراوله. خدي الفراوله والليمون والكنتالوب ده هيعجبك جدا. ماشي. انا زعلانه منك قوي يا جدو، انت ما كنتش بتيجي تزورنا ليه؟ والله يا حبيبه جدو انا ما يحوشني عنك غير شديد قوي. انت زعلان من ماما مش كده؟ لا خالص، انا اقدر ازعل من ماما، هي ماما بس اللي كانت زعلانه مني شويه صغيرين كده. ليه يا جدو؟ لازم عملت حاجه غلط. لوزي، وبعدين احنا جايين نزور جدو مش جايين نضايقه بالاسئله. اضايقتك؟ لا يا حبيبتي خالص، عمرك ما تضايقيني، ده انت جيتك عندي النهارده بالدنيا واللي عليها. بصراحه انا لما لوجي كلمتني عنك ما قدرتش امنع نفسي من ان اجي اشوفك. كتر الف خيرك يا استاذ اكرم، والله ده جميلك بمجيه لوجي ده هيفضل على راسي طول العمر. ده واجب عليا، بس انا لازم اسال ليه يا استاذ صبري؟ هي دي حكايه طويله قوي مش وقتها، وانا كنت عايز اتكلم معاك في حاجه تانية خالص. هو بقول لك يا لوجي، تحبي تلعبي مع الفراخ؟ هو ممكن؟ اه ممكن جدا تلعبي مع الفراخ، بس اوعي توسخي الهدوم دي. ماشي؟ يلا حبيبتي. استاذ اكرم، لوجي لازم تعيش مع امها. والله انا نفسي نعيش كلنا سوا، بس فريده اللي مش عايزه. انا مش عايز اعرف ايه الاسباب، بس اللي اعرفه ان مفيش حد بيعيش مع حد غصب عنه، ومش عايز حضرتك برضه تحط عيشتك معاها شرط. انت على طول كده جيت في صفها من غير ما تعرف ايه الحكايه؟ انا لا في صفها ولا في صفك، انا في صف لوجي. البنت في سن محتاج امها. ما تقلقش، انا موفر لها كل حاجه. انا طبعا عارف انك موفر لها كل حاجه، ما عدا اهم حاجه الام. بص انا هحكي لك حكايتي مع فريده، بس على شرط تحكي لي انت كمان حكايتك. حكايتي انا مش مهمه، انا حكايتي خلاص بتخلص. المهم حكايه لوجي، الحكايه اللي بتبتدي ده اللي يهمني. الجديد دايما مبني على القديم يا عم صبري، ومن فات قديم وتاه. برضه مختلف معاك في المثل ده، انا بقوله بطريقه تانية. انا بقوله اللي عاش في قديم وتاه، القديم خلاص خلص، المهم اللي جاي. برضه انا مش قادر امنع نفسي من ان اعرف ايه اللي يخلي ولادي يسيبوا ابوهم كده، وده بصراحة مخليني جاي في صفك انت. شوف مدام الحكاية هماك قوي كده، انا هحكيها لك بس على شرط. شرطك مجاب مهما كان. لوجي تيجي تزورني كل اسبوع. اعتبره حصل، ده شيء يسعدني. قول لي بقى ايه الحكاية؟ شوف يا سيدي، بقى انا كنت زمان شغال صراف في جامعة. انت روحك بين صوابعي، تخلي كده جرايد وهي بتكتب عن زوجة جراح التجميل الشهير وام الاعلامية اللامعة ملك عاصم، مع صورة حلوة ليكي كده وانتي بالكلام شات. ده عايز ايه يا محسن؟ الراجل عنده 6 عربيات متأمن عليهم، وعنده 6 تانيين مش متأمن عليهم، لأجل حظه الوحش وبختنا احنا الحلو إن العربيات اللي اتسرقت هي اللي مش متأمن عليها. ما ينفعش، محضر البوليس هيبقى مكتوب فيه نمر عربيات. ما انت هتبعتي تجيب الملف، وهنشيل منهم ورق العربيات الموجود جواه، وهنحط بداله بوالص العربيات اللي اتسرقت، وبكده خلاص يصرف. انت شطمش بني ادم. 300,000 جنيه هينوبك منهم 100 أستك مقفول، وحش. فكري براحتك وانا مستني ردك. سلام. انت راجل كان عليك دين ودفعته،
خلصت الحكاية. مش مطلوب منك تدفع بقية عمرك تمن غلطة. غلطة؟ واضح إن حضرتك ما فهمتش الحكاية اللي أنا حكيتها لك. أنا ما سرقتش، ناس طلعوا عليا وهم اللي خدوا الفلوس. ما بقتش تفرق يا عم صبري، سواء أنت اللي عملتها أو ما عملتهاش، أنت قضيت مدتك في السجن وخرجت. تفرق بالنسبة لنا؟ أنا مش حرامي. اسمح لي، دي جملة ملهاش محل من الإعراب. ده موضوع خلص من 15 سنة يا راجل يا طيب، وإصرارك ده ملوش معنى. ملوش معنى إزاي؟ بقول لك أنا مش حرامي. أنت مزعل نفسك ليه؟ طب أنت مش حرامي، فرقت؟ المهم دلوقتي آسر وفريدة اللي سايبينك عايش في أوضة فوق سطوح وبيقول إنك مت. الصراحة أنا أعذرهم، لأن حبستي طول المدة الطويلة دي بهدلتهم وكسرت نفسهم قدام الناس. أنت مش بتقول إنك بريء؟ أنا اللي بقول، بس الناس ما حدش مصدقني. أنا كمان ما عنديش أي دليل على اللي أنا بقوله. ولو يا عم صبري، أنت أبوهم ولازم يصدقوك حتى لو الدنيا كلها كدبتك. سيب لنا الموضوع ده، أنا هروح لهم وأقنعهم وأقول لهم كده ما يصحش، عيب. لا بلاش، الله يخليك، بلاش الحسن يزعلوا. ما تقلقش يا عم صبري، أنا ليا طريقتي وهعرف أتصرف. سيب لي أنت الموضوع ده خالص، اتفقنا؟ لا 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 لا، وربنا أول ما قالوا لي تحت ما صدقتهمش. بقى ليك عين تيجي بعد اللي أنت عملتيه ده؟ أنا قلت هتختصي مش هتقبي. ليه؟ عامله عامله سودة تشتغلين يا عش؟ ده الكلب ما بيعضش ودن أخوه. طب بطل هو هو، اطلب لي قهوة عشان مصدع. هو هو ده أنا بقيتها فيا وأنا مش دريان. قهوت يا بنت اللي أنت عايزاها، إيدك على الفلوس بدل ما أعملها معاك. ضحكتني يا بيبي وأنا ماليش نفس أضحك. أوعى تكون فاكرني بنت من اللي عندك دول. أول ما هتقول الكلمتين ركبي هتخبط في بعض وهخاف وهقول لك بليز سامحني. لا لو فاكرة إن أنا هكرت على قفاه وهسكت تبقى عبيطة. سلامة قفاك يا بيبي، بس برضو خليك عارف لو عقلك وداك لأي حاجة أنا السي في كله معايا، من أول بلوزة لغاية سليم. وأنت عارف بقى سليم لو عارف إن ليك يد في اللي حصل له هيفرمك حتى لو استخبيت منه في السجن. يعني إيه؟ هطلع أشفور من العملية اللي أنا مخطط لها من الأول؟ العملية دي كلها أنا اللي عملتها، بس أنا برضو ما يردنيش. استنى خد دول. ده إيه ده؟ المصاريف اللي صرفتها، حجز الأوتيل، أجرة البنات الرجالة كده يعني. وبقيت حقي؟ أنا برضو ما يردنيش أكل عليك حقك. أنا حقني. استنى خد على قد تعبك. لا دول فكه وانا ما بشيلهاش. هتشيلها يا بيبي، وهتبوس ايدك وش وظهر وهتقولي ميرسي يا ستي. ده لو عايز نكمل شغل مع بعض. انت بتثبتيني مش كده؟ مش عايز بلاش، وجرب اللي في دماغك بس ما ترجعش تعيط. ها كم دول؟ 100,000. وحشين؟ قول حلوين. حلوين يا ستينا. ماشي. أنا مش فاهم إيه اللي أنت بتعمليه ده. بطلاقي من علي أبقى قطعت الطريق على أكرم، ومفيش قدامه غير إنه يسيب لي بنتي. أنت إزاي بتتكلمي عن الطلاق بالبساطة دي؟ أنت إيه مش زعلانة ولا إيه؟ بالعكس، أنا فرحانة جدا إن بنتي هترجع لي. كده الأوراق بتترتب صح. أنت بتضحكي على نفسك ولا عليا؟ فريدة ازعلي، عيطي. علي ده كان بني آدم كويس وانت خسرتيه. هعيط يا إسر، بس مش دلوقتي، لما أخلص من موضوع أكرم والحكاية كلها تنتهي. زمانه على وصول. بس مش غريبة إن هو اللي طلب يقابلنا؟ واضح إنه جاي عايز يتفق. أنا شايف إن أنت استعجلت يا فريدة. تبقى ما تعرفش أكرم. أكرم جاي يقابلنا عشان يقول لنا اللي احنا عارفينه، يا اتطلق من علي يا بنتي مش هترجع لي. يعني شوية ضغط على انتقام بالبساطة كده، عايز يشوفني مهزوزة قدامه. أنا فاكر إن هو بيعمل كل ده عشان بيحبك، بس ده كده بيكرهك. لأني عمري ما وطيت راسي قدامه، وهو متعود يوطي راسه قدام مصالحه. لما أنت عارفة كده ليه اتجوزتيه؟ للأسف ما اكتشفتش ده غير بعد عشرتي معاه مش قبلها. ادخل.
استاذ اكرم بره بيقول عنده ميعاد مع حضرتك. خليه يتفضل. جبت لك جوزين شرابات صوف عشان البرد. وبص بقى جبت لنفسي ايه. بص دي، بص البتاع ده، وبص بقى الفرو. ايه رايك؟ حلوين حلوين قوي. مالك؟ هو انت زعلان عشان جبت لنفسي حاجات كتير؟ انا بس والله كنت بفرح نفسي، بس فرحانه قوي اني مسافره. انت مش هتسافري معايا يا سندي. انت كده تبقى بتحلم يا اكرم. لما تعرفي اللي انا عارفه مش هتقولي عليا بحلم، بالعكس انت اللي هتتحايل عليا عشان اتجوزك. صفه جديده ما كنتش تعرفيها عنه، انا لسه مكتشفها حالا. البرود. ليه كده يا اسر؟ عيب كده، بدل ما تعقلها وتعرفها مصلحتها، خصوصا ان انت اكتر واحد هينضر لو انا ما اتجوزتش فريده. انت جاي تلعب علينا حرب اعصاب؟ فاكر ان انا ممكن اتهز؟ انا عارفك كويس يا فريده، وعارف كمان انه يا جبل ما يهزك ريح، بس دي مش ريح، دي تسونامي اعصار هينزل على الصفحه الثالثه. بقول لك ايه، ما تسيبك من جو الاثاره الرخيص بتاع الجورنال بتاعك ده وتقول. حاضر. عنوان بعرض الصفحه بيقول صبر اليوب العائد من السجن يحكي مأساته. المحامي اللامع وأستاذة الجامعة يتبرؤون من أبيهم. ها أكمل ولا كفاية كده؟ كفاية. برافو يا متر، كفاية كده. في حد بقى ممكن يجيب لك أي قضايا لو الكلام ده اتنشر في الجورنال؟ وانت بقى يا أستاذة الجامعة هتقفي ازاي قدام الطلبه بتوعك وتعلميهم مساك الشرف الاعلامي واخلاقيات الاعلام والحبتين اللي بتتحكي بيهم على الطلبه الغلابه؟ طلباتك ايه؟ ما انا قلت، قلت نرجع لبعض، قلت بحلم، طلعت ما بحلمش صح؟ اديني فرصه افكر. انت بتقولي ايه انت كمان؟ انت مش ممكن ترجع للبني ادم ده. ليه كده يا متر؟ ما تخليك محضر خير. ملك، اخر حد كنت اتوقع انه يفتح لي الباب. اهلا يا ملك، اتفضلي. بس انت عرفتي ازاي ان انا مكاني هنا؟ هو بصراحة أنا معرفتش، أنا جاية أدور على محامي عشان عندي مشكلة في الشغل، بس لطيف المكتب. وده مكتب إيه رأيك؟ حلو قوي يا منة، بجد أنا فرحت لك قوي. وبعدين أنا سامعة إن المحامي ده مشهور وشاطر ومحترم قوي قوي. طيب وذكي وموسوعة قانون، ومش قادرة أقول لك يعني. طيب خلاص خلاص أنا جيت له، بس هو للأسف النهاردة منع استقبال العملاء، بس أنا ممكن أحول لك معاه. تشربي إيه الأول؟ لا ولا حاجة يا حبيبتي، أنت بس شوفي يقولي هينفع قبله ولا لأ. والله العظيم ما ينفع، لازم تشربي حاجة، أنت أول مرة تيجي، وبعدين يعني عندنا كل حاجة هنا. طيب خلاص يبقى هوت شوكليت، أنت عارفة. خدي دول. أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزة أفضل معاك. ابني اشترى بيت كبير وعايز نقعد معاه، ودي أحلى صحبة بالنسبة لي. طب خدني معاك. ما أقدرش أخدك معايا، أقول لهم عليك إيه؟ أنت مين؟ اتجوزني وأنا عايش خدامة ليك وليهم. أنت اتجننتي يا ساندي؟ أنت مش مبسوط معايا؟ شيل الموضوع ده من دماغك خالص. أنت مش عارفة أنت إيه؟ أنت إيه؟ عارفة، وهتوب على إيدك ويبقى ليك الثواب. النهاردة آخر يوم ليكي في الفندق، الساعة 12 تمشي. طب يعني حضرتك ما ينفعش تقابلها دقيقة واحدة بس؟ ما ينفعش يا منة، أنا لا فيا دماغ ولا أعصابي إني أقابل حد. معلش، اعتذري لها بالنيابة عني وخليها تاخد مع التاني. ليه يا ياسر؟ ما تخليها تدخل، وهي فرصة نشوف بيها تأثير الخبر على زباينك. بطل سخافة بقى. بالذمة دي طريقة تكلمي بيها جوزك وأبو بنتك قدام الناس؟ مش عيب كده؟ مش تعرفها يا متر. طب أنا متأسفة، ما كنتش فاهمة، عن إذنكم. معلش يا ملك، أنا أنت
تتبسيني يا عاصم، انا غلطت لما سمعت كلامك، ما كانش لازم امين الراجل اسمه محسن ده. انت اللي غلطت من الاول لما مضيت على ورقه من غير ما تقريها. غلطت صح، لكن يبقى التمن اني اتحول لحراميه واسرى معاهم. خلاص يا ليلى ما تمضيش وسيبيني انا. ما انا لو ما مضيتش معاهم هيفتح الموضوع الاولاني وروح في داهيه. خلاص يا ليلى امضي وما تاخديش فلوس وسيبيني انا. يا سلام، يعني هما يسرقوا وانا عارفه وكمان اساعدهم وتبقى المسؤوليه عليا وانا ما اخدش فلوس؟ ده انا بقى هبل قوي. انت هتصدعيني ليه بقى يا ليلى؟ انا مالي ومال الحكايه دي؟ انا تعبان فعلا وعندي شغل الصبح. بطل انانيه شويه وفكر معايا اعمل ايه. احنا الحمد لله ربنا رزقنا ومعانا فلوس كتير وانت مش محتاجه حاجه، استقيلي. هي دي طريقتك في حل المشاكل، تهرب من المشكله وكانها ما حصلتش. واضح ان انا لازم اهرب من الاوضه دي خالص واروح انام في اي حته تانية. ده لا هو عايز اعمل عمليات الصبح. استنى بس يا عاصم، ما انا لو استقلت ابقى اتهزمت من اللي اسمه محسن ده. هي معركه، انت مش عايزه تمضي وهو ماسك عليكي زله، يا تمضي يا تستقيلي، خلصت وبقت واضحه زي الشمس. اكيد في حل تاني. فكري بقى فيه لوحدك، وانا خلاص قلت اللي عندي، ولو اتكلمت كلمه تانية انا هدور على اي اوضه انام فيها. خلاص يا عاصم نام، انا شخصيا لقيت الحل. ايه هو؟ وانت مالك بقى؟ انت مش كان عندك عمليات كتير وعاوز تنام؟ نام. انت بتنايمينا يا بت؟ يعني بعد ما علمناك ونظفناك عايزه تسيبينا وتروح تشتغلي في محل تاني؟ وسيدي الورواري ابدا يا بيه، انا قرفت من الشغلانه دي ومش عايزه اشتغلها تاني حتى لو هموت من الجوع. طب اقول لك حاجه، انا مش عايزه فلوس، خد كل فلوس اللي مع ام عز بس اعتني الوجه الله. صحيح، البني ادم طماع ما يملاش عينه غير التراب. عايزه تمشي يا بلبلك؟ خلاص امشي وانا ربطك في المحل. والنبي صحيح؟ اه صحيح يا اختي، بس على فكره الفلوس اللي انا صرفتها عليك هعرف اجيبها، اصلا انا عامل مشروع انا وواحد صاحبي، هنطبع السيديهات بتاعتك وهنبيع السيديهات ب 15 جنيه وربنا هيعوض علينا بقى في الفرق. حرام عليك يا بيه، هو انا عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كده؟ بس يا بت انا مش عايز اسمع سيره المشاريع من المحل دي تاني. يلا غوري شوفي شغلك، غوري يا بت. حاضر. بالراحة عليها هيثم شوية، البت برضو لسه مكسورة اليومين دول. بس كمان انت رخرة، الأصناف دي ما تمشيش إلا كده. البت دي أول ما جات لي كنت تشم ريحة الجوع من بقها من تاني شارع. طب سيبك من بلبلة، قولي عملت إيه معاش؟ عاش خازوق وطلع من نافوخي، بس ورحمة أمي ما هسيبها، وزي ما علمت عليا هعلم عليها.